السلام عليكم. اهلا، عليكم السلام. جاية على الآن، بس طالما أن كيف؟ أنت قدرت. ممتاز، الصوت برضه طلعت ممتاز. معي أيوة طالع صور. طيب ممتاز. أيوة واضحة. أنا أبغى طيب Talk about that. أعطيك I know that was your first time doing a scenario, but I have a lot of concerns. And صار first, واضح. you know, let's just start with أي. time we talk. طيب اوكي، هذا ليه ما اشتغل؟ دقيقة. Talk about that scenario you just went through. I thought you did a really good job. You guys functioned as a team. واضح You were صوت؟ making everything happen. You ايوه were واضح. working together. Guys. Mr. Jones? ايوه واضح. ممتاز. وهذا الصوت؟ واضح. تمام، يعني عندنا إشكالية هنا بس في الفيديو الثاني. مشكلة، بس تحتاج تدخل شغلة انت، صح؟ إيه Talk about that scenario you just went through. I thought you did a تمام، ممتاز. بس ترى شو اسمه الاودينس لازم يكونون حاسين، الأودينس إيش؟ الاودينس لازم يكونون اكتف. انا ما سويتها كبرزنتيشن عاديه، اعطي برزنتيشن وامشي، لا، فيها اكتيفيتي، فيها اكتيفيتي كثير. هذه عاد تعتمد عليك طال عمرك. بتعتمد على الاودينس. خليني أكلم المودريتر، هي بتكون معاك دكتورة إيمان، راح أقول لها أنا برضو إنه بلغتها، أرسلت لها تحاول. اليوم، أرسلت لها على الواتساب إنه we have to emphasize على الشيء هذا، إنه شو اسمه interactive interactive و they have to participate. حتى أنا حاطها هنا في الميثودولوجي، إنه يعني ما أبغى أعمل لها emphasis قبل ما أبدأ. ممتاز. حلو. نقول إن شاء الله إنها قدام ال 25 دقيقة. ايوه إن شاء الله إن شاء الله تكون تمام. كيف الأكتيفيتيز الثانية؟ أنا ما أنا كنت أبغى أدخل حقة اليوم، بس إنه ما يمداني والله. هل هذا أعلى شيء في الزوم؟ في أعتقد اشتراك أعلى من هذا، صح؟ من ناحية ايه؟ participant قصدك؟ لا، من ناحية أو ال features. لا 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 من ناحية لما تعمل شيرينج، فتقدرين تسوي شيرينج البورشن في الشاشة. يعني الماك أو البرودكت حقت أبل كلها، لما تسوين بريزنتر فيو النوت تطلع اوكي. كزوم. مسوي حاجة، اي الزوم مسوي حاجة، اشهد ان لا اله الا الله، تخليك تسوين بريزنتر فيو والشير يكون على سلايدز فقط، ما يكون على النوت، ما تطلع. فعندهم شو اسمها في فيتشرز، هذه في واحد من فيتشر في الزومز، بس اني ما ادري، ما لقيتها موجودة. صح، ممكن ممكن متعلقة بنوع معين. يمكن الاشتراك فئات. صحيح، ممكن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ غدا. كيف حالك أستاذ تنم؟ معك آلاء. والله عشان معايا الهوست، فأنا قاعدة أحاول أضبط لك الفيو كده. مناسب معك ولا لا لا؟ لا، خلاص خلاص، ما احتاج، بحثت عنه ما لقيت، خلاص. يعني ما في شيء كثير، ما عندي نوت كثيرة، يعني إن شاء الله طب إني خلينا قاعدين نجرب، ما ما راح عندنا أحتاج. حاجة.
هي تجي من الشيرد، او انا بوقع اي ويل ستوب الشير، اوكي ما حد يضغط، تضغطون على الشير تروحون للادفانس، فيه الادفانس هنا فيديو فايل سكند كاميرا كمبيوتر اوديو وسلايدز باك جراوند، فيه يجي خانة خامسة حقت بورشن طيب دقيق كمان سكرين بورشن، ادفانس. هذه بعض الاحيان تكون موجودة في الزوم. ايوه، لانه هو مع حساب الجمعيه، فهم عاملين بس انا عندي لي إيه خاص يمكن نفس اشتراك فئات، الاشتراك. إيه ايوه يمكن اشتراك، يمكن انه فئات و ما اخذوا الفئة هذه يعني. ممكن. الله يسعدك يا رب، ما منورنا تمام، ما في مشكلة، وبشرفنا ما في اليوم. مشكلة، الله الله يطول يسعدك. عمرك، ما في مشكلة إن شاء الله أنها بتكون لا واضحة كذا ما شاء الله تبارك الله. أيوة بان عندكم كم الناس اللي مسجلة؟ ثواني، لأنه هو مع الجمعية بس أرسلوا لي أمس، ممكن أقدر أشوف لك حاليا. برضه استاذ علاء، اذا التسجيل بيكون ريكوردنج بيكون من الحساب تبعك، فيفضل ما يكون في ريكوردنج الا اذا المودريتر راح تستاذن من البارتيسيبنت. طب ممكن اعمل فيوز للريكوردينج لانه هو بيروح على الكلاود حق الجمعية. انا افضل انه ما يكون من الاساس، عشان خلاص يعني نكون في يعني في الطريق الاسلم. هي انتراكتيف سيشن، فممكن الاودينس يكون عندهم احراج بالموضوع، لما تصير ريكوردد ممكن يكون عندهم يعني ينحرجون كذا من احنا.